أسدل يوم الأحد الستار على فعالية مهرجان الصحراء الدولي بأكادير في دورته الثامنة الذي نظمه منتدى الشباب الصحراوي على مدى 5 أيام، موعد يجتمع فيه الناس من مختلف أنحاء المغرب للاحتفال بالثقافة والتقاليد الصحراوية. تمتاز هذه الدوره يعني بالصناعات التقليديه التي اتتنا من الجنوب، من قلميم ومن العيون ومن السماره، وكذلك من الجنوب من تيزنيت جاو اهل الفضه، وكذلك من يعني من هنا من الامازيغ من الأكادير. كما تشاهدون تقريبا ما يناهز عن ما يفوق عن 50 عارض ديال الصناعه التقليديه. معارض المنتوجات جزء رئيسي من مهرجان الصحراء، فيها تعرض المنتجات المحليه لخيارات غذائيه متنوعه وصحية. نمتازو بواحد المنتوج اللي هو جديد اللي كان في السوق دابا، اللي هو منتوج خل العسل، اللي هو فيه فوائد تبارك الله عليا كبيرة، منها كيحيد الدهون من الجسم، من الدم. عندنا حبوب اللقاح اللي هي ديال البلاد، اللي هي بلدية اللي كنتجوها، وعندنا البروبوليس حتى هو اللي هو ديال البلاد كنتجوه. تنوع المعروضات تمكن الزوار من شراء الحرف اليدوية كالمجوهرات الفضية المحلية والمستوردة بأشكال ترضي جميع الأذواق، ولما لا تقديمها كهدايا للأقارب. بالنسبة للمنتوجات اللي كنركزوا عليها، كاين عندنا منتوجات ديال البلاد، وعندنا منتوجات مستوردة من خارج سواء تركيا أو إيطاليا، وكنحاولوا يعني نوفروا جميع الاذواق بين يعني اللي كيحتاجوا الناس، سواء يعني كيف كاين الناس كيبغوا كادوات الاهل ديالهم الامهات ديالهم. اجواء محاطه برائحه الحناء تبرز فيها النساء مهارتهن الحرفيه في النقش، فرصه كذلك لتبادل الثقافات والتعرف على التراث المحلي مع زوار اجانب ابدوا اعجابهم. Je suis heureuse car c'est la deuxième fois que je viens à ce marché artisanal qui est très très bien. Je découvre des nouveaux produits, notamment l'amelou au chocolat. C'est délicieux. موازاة مع المعرض تقام تبوريدا، وهي من أشهر الفعاليات في المهرجان، حيث يقدم الفرسان عروضا مدهشة تبرز مهارتهم الفائقة في ركوب الخيل.